الأقربون أولى بالمعروف، حتى أنا نولي نجي ونعس معاه مع الحراقة كنزم. وبربي اشذي حكاية عمة طرابلسي؟ ها؟ قالوا اليوم بدأ البحث متاعه. يا أخي مش قالوا مات هو كازية؟ في بالي في عهدي الأموات ينتخبوا وما ينتخبوش اللي يجي، أما أموات تقوم من القبر وتقف قدام الحاكم هذا ما هوش مقبول وما هوش معقول. ثمن الحرية، الديمقراطية، كان الإشاعات والأخبار الزائفة. وكمل قال لك مش هو اللي مشال حاكم التحقيق، حاكم التحقيق هو اللي مشاله. شوفك الدلال، وزيد جاب محامي أجنبي. أخي ولات طرح النجم والترجي، وين التحكيم التونسي؟ يا جامعة يا رابطة. اسمع الياس، سمحني اليوم سمحني، راني مزروب شوية من بكري، رح متحصل على الغنوش أو يمكن اختفى، خلنا نرجع له. وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسول المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأخذ معنا في السهرة الموعد مع الرياضة، ومن بعد حوار السهرة حول مصير المؤسسات التونسية المهددة. كان معايا أيمن الرزقي، بارك الله فيك على قبول الدعوة، شرقي سماتي، هيثم مكي، جمال عرفاوي. تأخذوا معنا على نسمة في السهرة، ومرة أخرى كل عام وانتم حيين بألف خير. أما بشر روحي روحي ولا روح البوعزيزي؟ أما بشر داويلو ليا اللي في الجبل المنسية ولا يزيدونا زوز فرانك في شهري؟ أما بشر نمرمدو الحرس والبوليس ولا نقري واللي في الخلاء مظلوم ومنغلت بلاده محروم؟ أما بشر نزيدو نبيك ولا عارف اللي رزقه تفيا، ولا نقسمو الخبزة مع القليل اللي ما ينام الليل؟ أما بشر شدوا في الكرسي ولا نطفيوا النار اللي لهبت في جواجي الأحرار؟ أما بشر نطيروا المدير ولا نخدموا البطال والزوالي اللي ما عنده والي يا بابا؟ أما بشر نحرقوا معمل التضامن ولا نخرجوا المنفي بالقهر وضرب الكف والذل؟ أما بشر اللي عنده الكتب من ربي وإلا، ولا العريان اللي ماكسب كان وجه ربي؟ تونس المحرومة أبشر يزيها، لازم نوقفوها على ساقيها. غنام يضرب، غنام يلعبوا بينا، يا تونسي يلي سرقوك يلي قمعوك يلي تخدم في مؤسسة نهبوها ونهبوك، في فلوس الشعب يا تكلم واحكي. اتصلوا بنا بالهاتف على 71-285-852 واطرحوا علينا شكوتكم ونسمة تقوم باللازم. حقلوا بديحش جذور الفساد تقتلع بالقانون، سيطبق القانون بكل حزم بكل حزم. فلوس الشعب يا برنامجكم الجديد على قناة نسمة. نسمة قناة المغرب الكبير.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم في خمسة دقائق شان. موعدكم اليوم يتلقوا فيه اخر اخبار منتخباتنا المغربية المشاركة في الشان. بعد ما تمكن منتخب الخضر من العبور للدور الربع نهائي ركن يوم امس الفريق للراحة، وين قاموا بزيارة لمستشفى جعفر بن عوف للأطفال بالعاصمة خرطوم، بادرة إنسانية قام بها وفد منتخب جزائري الوقوف إلى جانب الأطفال المرضى بالمستشفى، ومحاولة لرد جميع الأخوة السودانيين اللي رحبوا بمحارب الصحراء أحسن ترحاب. ما هو إلا واجب، ما هي إلا يعني عملية إنسانية تاع أخ جزائري الأخ سودانيين، يعني فرحوا بنا وما حبينا نرجعوا الجميل ولو 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 بصفة صغيرة صغيرة. كي دينا البسمة للشبان هذا في المستشفى، هذيك هي النعمة تاعنا. منتخب الجزائر هو نائب الشعب الجزائري ومعروف عن الشعب الجزائري وعلاقاته مع الشعب السوداني متنازل، يعني مش حاجة جديدة عليهم، هم دي طبيعة الأشياء. أعلن الاتحاد الإفريقي كل قدم بأن كل مباريات دور ربع نهائي لبطولة إفريقيا اللاعبين المحليين باش يتلعبوا في مدينة خرطوم، أي في ملعب المريخ ملعب الهلال. هذا ما يعني أن منتخبنا الوطني التونسي في صورة تأهله للدور المقبل مش باش يلعب في مدينة بورت سودان، بل أنه باش يتحول للعاصمة خرطوم. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لغات مقابلات في هنا في بورت سودان في الربع النهائي وفي المدني، وقررت باش كل مقابلة تاع ربع نهائي تجري في الخرطوم في الميادين تاع الهلال وتاع المريخ. الملعب الميدان هذا تاع هنا في بورت سودان لاباس به مقارنه مع الميادين الاخرى، ويقولوا باللي الملعب تاع ميدان تاع مدني ماهوش مليح راقي جدا. ممكن كان هذا يكون واحد من الاسباب اللي خلى الكاف تبدل برمجه المقابلات في بورت سودان وفي المدني باش يديرون في الخرطوم. يواصل المنتخب التونسي تحضيرات مباراة يوم غد اللي بتجمع بالمنتخب السنغالي، اللاعبين الكل عازمين على تقديم مردو طيب من اجل الانتصار والعبور دور الربع نهائي. تفرجنا بطبيعة خاطر لعب زاد في نفس الوقت لعبنا فينا احنا سي نورمال باش نتفرجوا فيه، ومنافس نتاعنا في المباراة الثالثة. لعب مع رواندا، ظهر لي شفناه زاد ماكشول مع رواندا، ما كانش هو مهيمن على المباراة، كانت رواندا لكن ضيعت الماتش نتاعها. هو معناتها يمتاز على رواندا كونه معناتها لي جوار نتاعو يسون معناتها بلو اتليتيك اللي في بدنهم، ومعناتها بون رابور لانغولا. رابور لانغولا زاد نتصور نتصور كي نكونوا نحن مركزين معناتها نتصور بقوة ربي معناتها فما كان خير. انا معناتها سادي بومنا نحن لازم نكونوا نفس اللونفي اللي بدينا به معناتها زاد ماتش رواندا، ان شاء الله نحافظوا عليه، ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم كالعاده. كما دخلنا الزوج بارتيات اللي فاتوا حاولوا نقصوا من تضييع الفرص، ان شاء الله زين. هكا وصلنا لنهاية خمسة دقائق شان، موعدكم بعد قليل مع برنامجكم نيسبور، ما تبعدوش. During a soul time, choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer. Nisma, la télé du Grand Maghreb. أما بشل روحي روحي ولا روح البوعزيزي؟ أما بشل ديولو ليا اللي في الجبل منسية ولا يزيدونا زوز فرانك في شهري؟ أما بشل نمرمدو الحرس والبوليس ولا نقريو اللي في الخلاء مظلوم ومنغلت بلاده محروم؟ أما بشل نزيدو نبيك ولا عارف اللي رزقه تفيا ولا نقسمو الخبزة مع القليل اللي ما ينام الليل؟ أما بشل نشدو في الكرسي ولا نطفيو النار اللي لهبت في جواجي الأحرار؟
أمبش نطير المدير ونخدم البطال والزويلي اللي ما عنده ويلي يا بابا أمبش نحرقوا معمل التضامن ولا نخرجوا المنفي من القهرة وضرب الكف والذل أمبش اللي عنده الكتب من ربي وإلا ولا العريان اللي ماكسب كان وجه ربي تونس المحرومة أبشر يزيها لازم نوقفوها على ساقيها مشاهدين عسلامة ومرحبا بكم أينما كنتم أنتم تفرجوا في الموعد الأسبوعي في الرياضي في نسمة اللي هو ناس سبور بطبيعة يسولة غاز باش تتفاعلوا معنا ناس بان سبور أت نسمة تي في بوان تي في وتقعدوا معنا على طول الحصة باش تطرقوا المواضيع اللي موجودين في المنيو الموجودة على يسار الشاشة نتاعكم بطبيعة باش تحكوا على المواضيع هذوما موجود معنا سمير سليم مرحبا بك سمير مرحبا بك مهدي مرحبا بالحضور مرحبا بعزين ضيفنا العزيز اليوم مرحبا بالسادة المشاهدين إذا كان معانا على طوال كأس العالم اللي تبعتوها بطبيعة ومشاركة الخضر اليوم لقاو على رأس المنتخب الأولمبي الجزائري عزينة يجودي مرحبا بك مرحبا سي مهدي مرحبا الإخوان جو سوي كونت يعني فرحان باللي وليت مع الناس مع جماعة بديع بن جماعة مرحبا بك مهدي ومرحبا بعزدين مرة أخرى في داره مرحبا بالسادة المشاهدين الكل وين يتفرجوا فينا سيد أحمد مرحبا بك مهدي مرحبا بالحضور مرحبا بسادة النظارة وعندي سلام نحب نقدمه للشيخ سعد رابح سعدان عندنا برشا ماريناشو وكانت فرصة باش تفكرت مش في اليمن راني في اليمن اي حتى باليمن استاذ مرحبا بك نسلموا عليه في اليمن مش بالحسابي سيدي ايه. طلع عملوا لك حسة سبيسيال ديديكاس باهي دبرتها انت ظرفي استاذ دولة بكري مصطفى عروس مرحبا بك مادي مرحبا بالحضور كل مرحبا بعزين ومرحبا بكل السادة المشاهدين قناة نسمة كما قلنا اذا نشهدوا الحصه نتاعنا بالشان شامبيون دافريك دي ناسيون اللي يدور حاليا في السودان الدوره الثانيه كنا الاسبوع الفارط حكينا على المباريات الاولى بالنسبه للمنتخب الجزائري والتونسي اليوم في المجموعه الرابعه المنتخب التونسي خاض زوز مباريات المباراه الثانيه دارت يوم الجمعه كانت جمعته بالمنتخب الرواندي وفات باول انتصار المنتخب التونسي في الشان هذه ثلاثه اهداف لهدف نتفرجوا مع بعضنا ونحكيوا مع بعض خاض المنتخب التونسي يوم الجمعه الفارط في ملعب بورت السودان ثاني مبارياته في بطوله افريقيا للاعبين المحليين ضد المنتخب الرواندي في اطار الجوله الثانيه للمجموعه الرابعه نصور قرطاج كانوا عازمين على الانتصار خاصه بعد التعادل في اللقاء الاول ضد انغولا وهذا اللي شفناه في المباراه وين تمكنوا ابناء المدرب سامي طرابلسي من افتتاح النتيجه عن طريق اللاعب اسامه الدراجي في الدقيقه 22 من بعد يعادل تيوسندي نتيجة للروانديين دقيقة 33 تمكن سلام القصديوي من تسجيل هدف ثاني للمنتخب التونسي بل ما يدعم زهير الزوادي نتيجة دقيقة 44 بالهدف الثالث بعد مخالفة ممتازة الشوط الثاني ينزل فيه المستوى بقات نتيجة على حالة لتنتهي المباراة فوز نصور قرطاج 3-1 انتصار يخليهم يحتلوا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط في انتظار مواجهة السنغال يوم غد Quand on a fait un petit match amical, c'était un tout petit match amical, automatiquement, on a déjà le match en Angola.